شراي حقيقة ما نجمش نعبر أكثر من الصورة اللي هي موجودة. هذا يدل أن الجزائر لا زالت بخير. لسكو موقف تضامني مدني سلمي كي يظهر حقيقة العدالة في الجزائر، يعني العدالة المغتصبة من شعب مغتصب، وهذا منذ 50 سنة. احنا ما نتمنوش كجيل اللي فاتكم بزاف، يعني الجيل اللي مثلنا 88 أكتوبر، الجيل اللي مثلت 88 أكتوبر، يبرهن باللي هذا الوقفة التضامنية هذه تاع 8 أكتوبر، شوفوا التوقيت الزمني يشبه دائما الأحداث هذه تاع التظاهرات حتى في العالم. سي لو مود أكتوبر، إن شاء الله هذا يبين يظهر أنه الجيل هذا والوقفة هذه الصورة توري للعالم، مش العالم العربي فقط، أنه ياسين زايد هو البذرة اللي غادي تنبت حقيقة عدالة في الجزائر. إن شاء الله يروح ننزع حاجز الخوف. ديجا رانا نحينا الجزائريا من زمان، سي عندهم جينات كيما نقولوا، ماشي نقول لك متمرده، جينات تاع انتفاضه، جينات كيفاش نقول ثوريه، ريفوليسيونير. الجزائريا هي توجور ريفوليسيونير بيان افون. Si on entend les taro, la taura comme taura, que nous avons 16, 17, et ça commence. On a accouché le taco, mashallah alayhi. Hadi l'waqfa tadamouliya, hadi sura, wa risala, ila nizam al-mukhabarati l'oula, nizam al-mukhabarati, li tartak, fiq, wa makana khafiya. Ma tkhafouch. Ces gens-là, Oma, les Radini Waslo, Bash, انت يا طرطاق يا توفيق، انت عليها تاكل اللقمه من بطون مناضلين جزائريين ضعفاء، وانا وامثال هذو الناس الشرفاء عليهم راهم عليها يموتون قهرا وظلما. حذاري حذاري، انا عمري ما حذرت، بصح حذاري حذاري من رياح اسمه رياح الانتفاضه. حذاري. وشكرا، واتمنى مش غير ياسين زايد اللي راه مسجون داير لي بارو، كاين ناس راه مسجونين من القهر، لوميلياسيون، من الظلم، لانجستيس. اون ا بوكو بوكو دو ميليي دو ياسين زايد، اون ا بوراس حسن كي راه من المسلسلات القضايا راه عنده. علاش بوخ؟ باسكو إلا دينونسي لا كوربسيون. يا دي جان كوم طارق معمري، باسكو إلا دي بون بركات للحكرة. يا بوكو بوكو دو جون. يا طارق عمري، يا طارق العباس اوسي، لا لا خربه يا عبد القادر خربه. هذو ناس مناضلين شرفاء. احنا واش نقول لك يا النظام المخابراتي، انا رساله مني للجيل اللي راهي غادي يجي، اللي راه جاي كبقوا هنا كامل، احنا كنشطاء حقوقيين، اتركوا بقية ما تبقى من الجزائريين الأحرار. تسجني أنا ولا دا ولا دا، سان فا با فيغ انفريزوني الضمير، ما غاديش تسجن الضمير، ما غاديش تسجن الموقف. الموقف ما يتسجنش، عمر موقف ولا الضمير يتسجن.